واحكي لنا ان شاء الله باذن الله. يعني مصر المقاصه يمكن السنه اللي فاتت مش هقول لك بتمر بازمه، لكن احنا متعودين مصر المقاصه دايما من الانديه اللي على الاقل بتشوف نفسها في المربع الذهبي في وقت من الاوقات، زي ما انت اتعورت كان على المستوى الافريقي موجوده. مظبوط. قيم لنا برضو تجربتك في مصر المقاصه او نادي مصر المقاصه في الدوري الممتاز السنه اللي فاتت. يعني مصر المقاصه من انديه الدوري، من الانديه المصنفه في الدوري الممتاز. الحقيقه الناس محترمه جدا بغض النظر عن الظروف اللي بتحصل الفتره دي، يعني ظروف خاصه يعني، لكن قبل كده الناس محترفين جدا، عايزين في طموح للفريق دايما، عايزين دايما في المراكز المتقدمه، هدفهم دايما ان هم يلعبوا في دوري ابطال افريقيا في الكونفدراليه. لكن هي السنه دي طبعا ظروف خاصه باستقاله استاذ محمد اللي هو محمد عبد السلام. وبعد كده في حضرتك عارف طبعا موضوع البيئه والرعايه والكلام ده كله، يعني ظروف كده خاصه، وان شاء الله يعني هم دلوقتي بيرتبوا اوراقهم والامور هتبقى احسن ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه. ده كان بما اثر على مستواك او اي من اللعيبه بشكل ما؟ لا الحقيقه لا، يعني احنا عملنا فتره كويسه جدا، اللعيبه كانت محترمه جدا. يعني كان في فترات كتير قوي المشاكل الماديه كانت موجوده وكل الناس كانت عارفه كده، لكن اللعيبه الحقيقه كانت ملتزمه بشكل كبير، لان هم عارفين ان النادي كويس والنادي ليه فضل على لعيبه كتير. فالحقيقه اللعيبه كلها كانت ملتزمه وكانت على قدر المسؤوليه، والحمد لله قدرنا. يعني احنا موقفنا كان وحش السنه دي في الدور الاول، وقدرنا الحمد لله نصحح من الوضع من وضعنا في الجدول. يمكن ده يعني الوضع اللي احنا فيه ما يليقش بمصر المقاصه، لان الحقيقه احنا من الفرق المصنفه، فدايما بنلعب على هدف ان احنا نبقى موجودين في المركز الرابع يعني. طبعا. وانت زي ما بتقول طالما انت نادي يعني بيديكم مستحقات بشكل مباشر، لما بيكون في مشكله اكيد اللعيبه بتقدر ده، فاللعيبه استحملت عشان خاطر عارفين ان في رصيد قبل كده. صحيح. ان الناس ما بتتاخرش علينا يعني. ده مهم. على المستوى الفني قلت رجعنا بشكل افضل، واعتقد مع الكابتن ايهاب جلال. يعني انت كنت الفتره الاولى كان في تخبط شويه في تغيير مدربين برضه، مصطفى اكلمك عليه في يعني من خلال لقائنا ورؤيتك ليه، لكن دايما اسم الكابتن ايهاب جلال مرتبط شويه بالمقصه، يعني مرتبط ان هو في كيمياء ما بينه وما بين يعني النادي. انت شفت ازاي التغيير دوت وعلاقتك بالكابتن ايهاب جلال وعلاقه كمان كابتن ايهاب جلال بالمقصه كنادي يعني؟ يعني كابتن ايهاب زي ما حضرتك بتقول كده في كيمياء ما بينه وما بين مصر المقصه، الحقيقه مدرب كبير وقدر يصحح من مسار الفريق. يمكن احنا كنا الدور الاول كان وضعنا سيء جدا. صحيح. كابتن ايهاب لما مسك الفريق وضعه اتحسن، يعني اداء كمان الاداء بقى جيد جدا، ووضعنا كمان في الجدول كان افضل. اشتغل نفسي اكتر يا مصطفى ولا فني اكتر؟ لان برضو الناس والله دايما كابتن الاثنين يعني اشتغل الحقيقه. يعني كابتن ايهاب من المدربين اللي بيعمل حاجه في الكوره. ليه بلان بالظبط؟ لا ليه بصمه واضحه جدا من اول مباراه الحقيقه يعني. لا كابتن ايهاب مدرب كبير جدا الحقيقه، وانا كنت مبسوط جدا ان انا اشتغلت مع حد زي كابتن ايهاب جلال يعني.